والله يا مباراة مش وحشة، متوسطة بالنسبة للأهلي. الفريق برضو كويس بس ينص النجوم الكتير، بس الحمد لله 3-1 نتيجة برضو مطمنة شوية. بتروح هناك كل ما دقيقة بتعدي الترجي بيزوق سوق وانت بتزيد افضل، بتطمن على الماتش، فالنتيجة مطمئنة شوية، احسن من 2 بكتير. طبعا المباراة كانت مهمة واللعيبة بذلت مجهود غير عادي، لكن التركيز على الانسايد اللي هو يحقق الجون مفقود، مفقود تماما. اعتمادي على ان انا اروح بسرعتي والباصة السريعة، اللعيبة ببذل مجهود باصة سريعة بس ما بحتفظش بالكورة، ما عنديش القدرة امتى هدي الملعب وامتص اللعيب اللي قدامي وامتص الفرقة اللي قدامي وهمد الفرقة اللي قدامي لغاية الفرقة اللي قدامي ما تحس ان انا خلاص استسلمت، ابدأ اطبق فكر المدرب الاوروبي. ان شاء الله 2-0 الاهلي. ان شاء الله، بس نركز شويه ونبعد عن الضغط بتاع الجماهير اللي هناك، واحنا طبعا متعودين على الجماهير بتاعتنا طبعا تسد عين الشمس، بس ان شاء الله نفوز باذن الله. وليد سليمان وشنطه الاجوان، وكانه كلمه السر وليد سليمان. والاهلي عمل ماتش ممتاز جدا جدا جدا، وكان هجوم ودفاع كان كويس، وشناوي طبعا يعني يعتبر من النجوم الكبار جدا اللي انقذ كور صعبه جدا. الاهلي بصراحه كان امبارح ماتش فوق روعه، حتى لو كان ضربات الجزاء مشكوك فيها، بس الاهلي كان احسن فنيا وكان احسن مهريا من الترجي. المباراه كانت يعني كويسه لحد ما، بس الاهلي تحس الفريق كان نازل كده، كان فيه رهبه مش طبيعيه. يعني المفروض ان احنا نلعب على ارضنا وسط الجمهور، ومفروض تبقى المفروض الجو يبقى افضل من كده بكتير، بس الحمد لله عرفنا نعوض الهدف بهدف واثنين وثلاثه. بس النتيجه يعني مش مطمنه خالص، يعني هم هناك لو جابوا هدف بدري المباراه تتكهرب نهائي خالص، ممكن في حاله لا قدر الله لو 2-0 يصعدوا هم، ودي احنا مش نتمنى كده خالص. يعني الاهلي المفروض ان هو ينزل ضاغط على الاقل، يعني على الاقل خالص على الاقل يحاول يديهمش يخليهم يمسكوا رتم المباراه كامل، عشان لو هم مسكوا رتم المباراه وسط الضغط النفسي وسط الجمهور اللي هناك لا يمكن لا يمكن لا يمكن نخرج منها بطريقه سليمه. ان شاء الله نكسب 2-0 ان شاء الله. وليد سليمان وازارو، مش ممكن وليد ازارو راسي اودي الكره جوه، وليد تربيه يا ولد يا ولد يا ولد، مش ممكن. انطلق التوربيد وظهرت القدرات وظهرت السرعات، وليد عزارو جول 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 جول. بصراحة المباراة كانت صعبة جدا، ووليد سليمان كان له دور كبير جدا جدا في نهاية المباراة بالشكل ده وبالنتيجة دي. وصراحة وليد سليمان نجم الماتش بلا منازع، وليد أزارو بصراحة كان بيحارب قدام وحاول يجيب وجاب ضربتين جزاء فعلا، ولكن ربنا برضو اكرمنا بهذه النتيجه. المباراه كانت حلوه، ان شاء الله الاهلي هياخد البطوله، وعلى فكره كل ما يكون الاهلي معاه في نفس المجموعه ان شاء الله الترجي ونكسب، والاهلي اعظم نادي في الكوره. كان ماتش حلو، بس المفروض دفاع الاهلي يشد شويه، عشان كان في كوره بتتلعب من ورا الدفاع كان بتعدي بسهوله، كان في كوره كانت هتيجي جون في الشناوي بس ربنا كرمه وصدها. والله تبقى جامده جدا، هتبقى مهمه مش سهله يعني. هو طبعا معروف ان الشمال الافريقي يمتاز بالعنفوانيه والوطنيه الجامده جدا، فما كيف المقاييس هيحاولوا يدوس يلعبوا على اعصابنا، هيبقى لعب عافيه. اتوقع هيكون ما فيش مستوى اداء عالي، هيبقى لعب جامد فقط لا غير. ماتش كويس والحمد لله، الواحد كان في المدرج وكانت الدنيا والروح جميله الحمد لله. يعني مكسب حلو، بس يعني ما كانش ليه لازمه الجون اللي جه فينا، بس الحمد لله رب العالمين باذن الله في ماتش العوده باذن الله هنجيب جون وهنخلص الموضوع بدري بدري ولا اي كلام تاني، خلصانه معانا من الاهلي حديد.